السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ صحيح على باش كتعاودوا. كنتمنى البنات تكونوا مزيانه، تكون الامور ديالكم مزيانه. اليوم الاخوات ديالي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه بزاف. هاد الوصفه هذه كتفتح لنا اللون ديال الجسم وكتبيض لنا الجسم ديالنا، وفي نفس الوقت كتوحد لنا اللون ديال الجسم، كتحيد لنا التصبغات. وصفه رائعه بزاف. او معايا البنات اكتشفوا المكونات. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هنا واحد المطيشه وحده، وعندي هنايا ربع ديال الصابون، وغادي نحتاجو حتى واحد المعلقه ديال النشا. المهم البنات، بالنسبه للصابون، الا استعملتو هاد الصابون هادي اللي ما فيهاش الرائحه، ضروري غادي تحتاجو معها واحد الزيت يكون معطر مرطب، باش يعني الجسم ديالنا ما كينشفش. الا استعملتو يعني صابون دوف ولا نيفيا، يعني ما تحتاجوش لشي زيت، هادوك اصلا كيكون فيهم واحد المرطب. دوزو البنات للطريق. دابا البنات غادي نحك هاد الصابونه هادي، وغادي نحك حتى هاد المطيشه، وغادي نخليها جانبا. المهم دابا غادي نحك الصابونه ونرجع معاكم. الاخوات ديالي، من بعد ما حكيت ديك الصابونه كيف ما كتشوفوا معايا، كتولي عندنا بهذا الشكل هذا. دابا البنات غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال الماء يكون غليان، باش غادي نضيف لهاد الصابون هذا اللي حكيته. هانتوما الاخوات ديالي، كنضيف كاس الا ربع، يكون يعني طايب داك الماء. ودابا البنات غادي نخليها شويه تدفى ليا، غادي نطحنها في داك الميكسور او الخلاط الكهربائي. الا يعني مبغيتوش تطحنوا، غادي تخليوها تذوب على خاطرها. شوفوا الوقت نتوما اللي بغيتو، كنتو مزروبن عليها غتخليوها تدفى، غادي تطحنوها في واحد الخلاط الكهربائي ولا الميكسور، وديك الساعه البنات غادي نرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، من بعد ما طحنت هذيك الصابونه في الميكسور، حصلت على هذا الكريم هذا، كيولي عندي بحال الكريم. البنات الا خليتوها دابت على خاطرها، ضروري من غادي تذوب غادي يعني تخلطوها مزيان، بحال اللي غادي تضربوها بالطراب اليدوي، باش غتولي عندكم بحال هكا كريم. اما الا طحنتوها يعني في الخلاط او هذا من الاولى، غتولي عندكم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا البنات غادي نحتاج معاها واحد المعلقه صغيره ديال النشا تكون ممتلئه. كيف ما كتشوفوا معايا هذيك المطيشه انا حكيتها، هانتوما الاخوات ديالي. دابا غادي نحتاج معاهم الزيت، هاد الزيت هذا البنات اختياري، اي زيت معطر عندكم غضيفوه. انا ندير هنايا زيت ديال الخزامه، اللي بغيتو تضيفوا الزيت، اللي كان عندكم الجليسيرين حتى هو بغيتو تضيفوه معاه، اللي بغيتو، هذا يعني كمعطر في نفس الوقت كيرطب لنا البشره. دابا الاخوات ديالي غادي نضيف داك المعلقه ديال النشا، غادي نخلط مزيان، نمزج هاد الصابون هذا اللي عندي بهذا الشكل هذا بحال الكريم، كنخلطو مع النشا. زوينه البنات هاد الوصفه هذه، جربوها، تبقاو ديروها فيما تبغيو يعني تستحموا تستعملوها. دابا البنات كيف ما كتشوفوا، نمزج هاد النشا مع الصابون ونرجع معاكم. دابا الاخوات ديالي، من بعد ما مزجت مزيان داك النشا مع الصابون، ها انتم الاخوات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، كيولي عندي بحال بوماد. دابا البنات غادي ندير مطيشه واحد جوج معالق ولا هذا اللي بغيتو. السر كاين في هاد المطيشه هادي، هنا فين كاين السر، يعني من كنضيفو هاد المطيشه لهاد الصابون كتعطينا واحد التفتيح رائع. ويعني مطيشه راه معروفه بالفوائد ديالها للجسم ديالنا، البشره ديالنا، بخصوص البنات البشره الدهنيه كتحيد لنا الزيوت. المهم البنات كنخلط مزيان. هانتوما الاخوات ديالي، انا مستمره في التحريك، صدقوني البنات هاد الوصفه رائعه بزاف. البنات كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما مزجت مزيان
يعني دك الصابون ونشا وما طيشا هانتوما البنات كيفاش كيولي عندي الشكل ديالها. دابا البنات غادي نضيف زيت ديال الخزامة، عاوتاني البنات زيت الخزامة الفوائد ديالو رائعة والرائحة ديالو رائعة بزاف، غيعطر لينا هاد الصابونة هادي. نتوما عارفين يعني الصابونة هادي اللي مفيهاش الرائحة يعني مكتكونش فيها واحد الريحة زوينة، كطلق لنا واحد الريحة. هذا انا غنضيف ليها هاد الزيت هذا باش تعطينا واحد رائحة زوينة. الا كان عندكم زيت الليمون زيت اي حاجة بغيتو تضيفوها. ودابا البنات غادي نخلط داك زيت الخزامة مع هاد الكريم اللي ولا عندنا كيف ما كتشوفوا معايا، الكريم اللي غادي نحتفظوا به في الثلاجه فين ما نبغيو نستعملوه غادي نستعملوه. مهم البنات نخلط مزيان هادشي ونقول لكم طريقه الاستعمال. الاخوات ديالي دابا كيف ما شفتوا معايا نقول لكم طريقه الاستعمال. من بعد ما مزج داكشي كامل مزيان هانتوما الاخوات ديالي كيولي عندي كريم اللي غادي نبقى نستعمله فيما يعني هذا كتستعمل من بعد الحكان، يعني من بعد ما كتدخلوا الحمام ولا هذا يعني كتحكوا الجسم ديالكم قبل ما ديروا الصابون كتستعملوا هذا الكريم هذا من الراس ديالكم حتى رجليكم يعني حتى البشره ديالكم يعني كتملوا الجسم كامل. صافي البنات غتخليوه غادي الدقائق وديك الساعه غتغسلوا بالماء عادي، وديك الساعه اللي بغيتو تستعملوا يعني جيل دوش او يعني من موراها تستعملوا الصابون اللي بغيتو، بغيتو تستعملوا هذه يعني كصابون في الاخير اللي بغيتو، بغيتو تبقاو تستعملوها يعني يوميا في البشره ديالكم بحال يعني كريم 10 دقائق غتخليوه وتغسلو. زوينه البنات خطيره البنات يعني شنقول لكم جربوها، ازاله التصبغات فيها يعني مطيشه بالنسبه للبنات اللي فيهم الحبوب مزيانه. المهم البنات زوينه هاد الوصفه هذه تحتفظوا بها في الثلاجه، غنديروها في واحد القريعه نديروها في الثلاجه فيما نبغيوها غادي نستعملوها، الا تقدرينا كنعاودو وحده اخرى. ها انتم الاخوات ديالي انا غنديرها في قرعه وتشوفوا معايا. اخوات ديالي كيف ما شفتوا انا ضفت الكريم ديالنا في هذه القريعه هذه ديال الدجاج تكون مغلقه الاحكام باش نديروها في الثلاجه ما غتفسد لينا ما حتى شي حاجه. فيما نبغيو نعومو غادي نستعملوها كيف قلت لكم، بغيتو تستعملوها البشره او ديال الوجه ديالكم او اليدين اللي بغيتو. رائع بزاف هاد الوصفه هادي البنات بسيطه ولكن فيها واحد النتائج اللي روعه. هانتوما البنات ديك مطيشه اللي شاطت لنا قبيله هادي نستعملوها ماسك الوجه ديالنا، رائعه بزاف بالخصوص البنات اللي فيهم حب الشباب استعملوها هكا، او مثلا بغيتو ديروا لها بعض الاضافات مثلا زيدوها بحال هكا النشا او زيدوها الحليب المجفف كيولي عندنا واحد الماسك رائع. الاخوات ديالي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال الاعجاب ديالكم وتلقاو النتيجه اللي تعجبكم ان شاء الله. كيف ما شفتوا معايا كل شيء عندنا في المنزل، وصفه سهله وبسيطه ديروها بهذه الطريقه هذه اللي درتها. كاين شي بنات ما كيبغيش يدوب لهم داك الصابون داغي، استعملوها في الخلاط الكهربائي غطحنوها او الميكسور باش كتولي عندكم بحال الشكل كريم كيف ما شفتوا معايا. المهم البنات ما تنساونيش باللايك ديالكم، شجعوني باللايك ديالكم، الله يفرحكم الله يسعدكم في حياتكم. وبالنسبه للبنات الجداد الى زرتوا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد فضلا وليس امرا. شجعوني بالمزيد من الوصفات ان شاء الله، وتهلاو في راسكم بزاف بزاف. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.